ما تيجي ونملى البيت خير احنا كمان، ونتعلم نعمل الجبنة في البيت من 2 كيلو لبن واحنا صغيرين. تعالوا بينا، هنجيب طاجن او حلة، اي حاجة موجودة عندك، ونروح اللي بتاع لبن موثوق منه، لبان موثوق منه، عايزين لبن بخيره بقشتته، مش متاخد منه قشتته ومش مغشوش، يعني دوري كده وربنا يكرمك. المفروض اللبن الحليب يجي من عند اللبان، تحطيه في الحله على طول اللي هتشتغلي فيها، من غير ما تسخنيه ولا تدفيه ولا حاجه. في طريقه بتقول لك ان انت تسخني الحله نفسها بس، ما تسخنيش اللبن علشان كميه الجبنه تطلع معاكي مظبوطه. احنا بنجيب الحليب بدرجه حراره الغرفه، حتى لو متجمد عندك بتطلعيه يفك خالص ويبقى بدرجه حراره الغرفه، ولو متجمد ولسه ساقع سخني الحله مش تسخني اللبن، تمام؟ وبتضربيه في الخلاط او بالهاند بلندر. ليه بنعمل الحركه دي؟ علشان يعمل الرغاوي اللي انت شايفاها دي، الرغاوي دي هي اللي هتعمل لك القشطه في الاخر. وما تقعديش تهزي في الطاجن كده زي ما انا عملت، المفروض ان انت ما تهزيش الحله ولا الطاجن علشان القشطه ما تنزلش تحت وتدوب مع الجبنه. طريقه بتقول لك يا تغطيه كويس قوي وتلفيه في بطانيه وتحطيه في مكان دافي. الكلام ده هياخد يوم معاكي بالظبط ان شاء الله، يوم او يوم ونص. او الطريقه التانية يقول لك لا ما تغطيهوش، حطي عليه كده بس يعني ايه زي شبكه ولا مصفه، وتسيبيه في مكان مقفول ما تحركوش خالص لمده يومين او 3 لحد ما يروب. يا تعملي كده يا تعملي كده، المهم ان هو اول ما يروب بعد يوم ونص، بعد يومين او 3 يعني، تلاقي بقى ايه عمل زي الزبادي كده وكل حاجه مسكت. تاخدي الطاجن تحطيه في التلاجة اقل حاجة 3 ساعات، من 3 ساعات ل 6 ساعات عشان طبقة القشطة تمسك معاكي. انا ما حطيتوش، انا حطيته ساعتين تقريبا. لو انا كنت زودت عليه مثلا 4 ساعات او 6 ساعات كانت طبقة القشطة بقت جامدة معايا وما بقتش سايحة كده، يعني هتعرفي تمسكيها حتى بايديكي تلف معاكي رول كده، هتبقى طبقة قشطة تقيلة. بصي ما تقلقيش، هي طبقة القشطة كده كده بتبقى فاصلة عن طبقة الجبنة، فانت كده كده هتعرفي القشطة من الجبنة. انت كده هتلاقي طبقة يعني تعرفي تقشريها كده من على طبقة الجبنة عادي جدا، هتقشريها بالمعلقة، بشوف ناس بتشيلها بايديها. بصي بتبقى فاصلة كده عن طبقة الجبنة. بعد كده بقى طبقة الجبنة دي عشان نطلعها نحطها في فرن سخن، هنسخن الفرن وطبعا نطفي نار الفرن، وندخل الطاجن ده من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير قوي. المرحلة دي اسمها تعقيم الجبنة علشان الجبنة تبقى متعقمة معاكي وتقعد معاكي فترة طويلة في التلاجة. هنجيب بقى صينية تكون عالية كده علشان الشرش ينزل فيها، ومصفة، وتحطي شاشة. لو ما عندكيش شاشة يبقى تحطي على طول الجبنة في المصفة، مصفة كده تكون الفتحات بتاعتها ضيقة تحطي فيها الجبنة. وانا حطيت عليها معلقة ملح، والمعلقة ملح دي اختياري، في بياعين ما بيحطوش الملح علشان وزن الجبنة يزيد وتبقى كده مليانة شرش فوزنها يزيد على الميزان. انت بقى لو عايزة تحطي ملح براحتك، مش عايزة برضو براحتك. لو انت عايزة الشرش مثلا ده تعمليه للحلويات، او انت اللي هياكل الجبنة دي ما بياكلهاش بملح، فالخطوة دي براحتك. انا حطيت تحت المصفى طبق علشان الشرش لما ينزل ينزل تحت الطبق، ما تبقاش المصفى نازلة كده مع الشرش فعمره ما هيتصفى. وتحطي فوق الشاشة طبق، وفوق الطبق حلة مليانة مية، وفوق الحلة طاجن. احنا كده بنتقل فوق الجبنة، يعني انت تقلي براحتك، يعني احنا بنتقل علشان الشرش يتضغط كده، الجبنة تتضغط كويس قوي والشرش يتصفى بسرعة. الكلام ده هيسرع لك عملية ان الشرش يتصفى. في ناس بتقعد تصفيه مثلا عملتها بالليل تقعد لتاني يوم، انا اخد معايا تقريبا 3 ساعات عشان حطيت ملح وعشان تقلت جامد قوي فوق الجبنة. بعد بقى ما بتتصفى انا جبت ورقه زبده، والخطوه دي على فكره اختياري انا، بس عشان كنت عايزه اعملها شبه الجبنه اللي بتتباع في المحلات. بقعد بقى ايه ورقه زبده كده واقعد اديها بوكسات كده بحيث ان انا نعم الجبنه واخلي ايه اخليها كلها ناعمه وتاخد شكل متناسق كده لما اجي اقطعها. انما الخطوه دي اختياري، انت ممكن بعد ما تتصفى تحطيها في علبه وتدخليها التلاجة خلاص، وخلاص على كده حطيتها في ورقه زبده تانية وعملتها زي البونبونيه كده علشان اعمل شكلها اكنها اتعملت في الحصيره، فاهميني؟ انت ممكن تحطيها في العلبه على طول وتقطعيها مربعات كده او مكعبات، ما تبقاش شكل الايه الجبنه القريش اللي بتتعمل في الحصيره. وهنا بقى المفروض ان انا كنت قبل ما اقطعها اعملها بالشوكه، بس انا الاول هقطعها واوريها لكم. بص الطعمه، بص الحلاوه، جميله. تعمليها ايه بالشوكه، بظهر الشوكه كده تمشي عليها كده خطوط كده بظهر الشوكه بحيث ان هي تاخد شكل الجبنه القريش اللي احنا متعودين عليه. وبس يا ستي طلعتي احلى جبنه بمنتهى السهوله. طبعا كميه الجبنه اللي هتطلع معاكي معتمده على قد ايه اللبن كان فيه قشطه، وقد ايه اللبن كان حلو مش مغشوش ومن مكان موثوق منه.
وكمان بتعتمد على الطريقة اللي انتي روبتي بيها اللبن. يعني انتي لما بتدفي المكان وبتدفي اللبن بتسرعي من عملية الترويب، فده بيقلل شوية من كمية الجبنة، والله أعلم يعني حسب اللي أنا فهمته. وكمان لو انتي سبتيه يروب براحته يومين تلاتة، يروب براحته، ده بيخلي لك الجبنة كده تقيلة ومحملة. فبصوا يا جماعة، ده رزقك، المهم ان انتي خدي بالاسباب واختاري نوع لبن كويس واشتغلي بيه وجربي في 2 كيلو. انا طلع معايا 400 جرام من الجبنه، كيلو و100 جرام من الشرش، و210 جرام من القشطه، من 2 كيلو لبن. تقدري بقى انتي تجربي وتقولي لي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وشيروه، واكتبوا لي كومنت حلو واعملوا لي فولو لو لسه ما عملتوش.